عسلمة على من اتبع العقل ونبذ النقل وخد مخه شوية. باش نبدأ في الفيديو هذه الحديث على المرأة في الإسلام على حسب القرآن والحديث والسنة. صحيح باش نحاولوا نركزوا أكثر شيء على القرآن على خاطر الأحاديث تعرفوا معناتها شنو فيها وشنو ما فيهاش، وباش ما يقولوش معناتها المسلمين هذا حديث ضعيف وهذا حديث ماهوش مأخوذ به ولا غيره. باهي، لكن قبل ما نحكيو نحبو نعرفو، قبل ما نحكيو يعني على المرأة في الإسلام، نحبو نعرفو فهمت شنو كانت تعيش المرأة قبل الإسلام. احنا باش نبداو بالفيديو هذه وفيديوهات أخرى باش نحاولو باش نلمو بالموضوع من جميع الجهات. يعني خاطر نعرفوا ان اكثر الناس المسلمين العاديين ولا بصفة عامة ولا ما يروج الاسلاميين بصفة عامة ان المرأة كانت قبل الاسلام حالتها حليلة وطايح قدرها وما عندها حتى قيمة وعبارة على سلعة، وكانوا يدفنوا في البنات الصغار وقت يتولدوا. هذه كل الحكايات هذه فهمت اللي معناتها نسمعوها على الاسلام اغلبها كذب، خاطر احنا نعرف اللي يكتب التاريخ هو المنتصر. لكن المنتصر مهما حاول باش يزور يعني الحقيقه ويبدلها، اكيد وقت يضعف هذا المنتصر ويسقط كما شفنا مع سقوط الخلافه الاسلاميه، من بعد نرجع للتاريخ هذا ونشوفه ونحله نلقاو معناتها الثغرات اللي تسمح لنا باش نعرفوا حقيقة المرأة قبل الإسلام. صحيح مانيش باش نعرفوا كل شيء خاطر الإسلام نعرفوا اللي قضى على ياسر 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 معلومات وخلى كل المعلومات اللي هو يحب يقولها فهمت، يعني زور التاريخ تزوير كامل فهمت، مدة مئات السنين المسلمين يعني معناتها الشعر الجاهلي يعني قضوا عليه باش ما يوريوش باش ما يخليوش حتى منافس للقرآن، وخلى كان فكرته هو فهمت، وبدا معناتها يتبجع ويتكلم على معناتها ان الاسلام حرر المراه وان الاسلام اعطاها حقوقها وانها جعلها في مكانه عاليه وانها كرمها فهمت، وهذا الكلام الكل فهمت ما عنده حتى صح. وحتى لو فرضنا يعني ان هذا الكلام صحيح، يمكن نقولوا نفترضوا ان محمد بالفعل في العصر بتاعه عنده 1400 سنه جاب حاجات جديده للمراه بالنسبه للوقت هذاك. لكن السؤال اللي نسالوه، هل هذيك الميزات اللي جابها لها الاسلام مازالت صالحه توا؟ وهل هي صالحه في المستقبل؟ بالطبع الاسلام يقول لك صالحه في كل زمان ومكان، وهذا غلط. على خاطر توا وقت واحد يخدم شويه مخه ويفكر ويشوف المكاسب اللي حصلت عليها المراه في اوروبا وفي عده دول غربيه فهمت، نعرف ورغم اللي هذه معناتها الحقوق اللي خذتها المراه يعني ماهيش معناتها كامله وماهيش كمال مطلق وماهيش المثل الاعلى في مجال حقوق المراه والانسان بصفه عامه، لكن ما هو اكيد انها 10,000 مرة أفضل وأحسن من اللي جابوا الإسلام، هذا واضح. وأحسن من اللي قدمه محمد، شيء طبيعي، على خاطر البشرية قبل 1400 سنة مش البشرية توا. واللي باش تجيبوا الإنسانية في المستقبل هو باش يكون أفضل من اللي هو موجود توا. ونعرفوا احنا اللي سنة الطبيعة وسنة الكون أنها كل شيء يتطور. بينما الاشياء اللي جابها محمد عندها 1400 سنه اللي يعتبرها مقدسه وكذا وانها من عند الله وكل شيء، ظهرت بالدليل والمنطق والواقع والحقيقه ما عادش صالحه لا توا لا في المستقبل ولا عندها تقريبا معناتها 1000 سنه. يمكن كانت صالحه فتره هكايا وقت كان محمد وبعده 200 300 سنه وصالحه في المنطقه هذيك بالذات مش في العالم اجمع فهمت.
اذا احنا توا من خلال هذوما الفيديوهات معناتها باش نعرفوا معناتها اله الاسلام ومحمد كيفاش ينظر للمراه. لكن كما قلت لكم نبدا بالمراه قبل الاسلام. باهي هنا حبيت نبين حاجه مهمه معناتها ان راه الديانات ما يسمى بالديانات بصفه عامه كلها قبل الاسلام ولا كانت تحقر المراه وتحطها في مرتبه ياسر وضيعه. سوى الديانات الهنديه، سوى الديانات فهمت اليهوديه، سوى المسيحيه، نعرفوا احنا التاريخ ونرجعوا للكتب نتاعهم نلقاو معناتها خاصه اليهود كيفاش عاملوا المراه، فهمت اليهوديه. هذه مساله واضحه، وان هالمراه عبر التاريخ ما لقات قيمتها وقدرها كونش وقتها كانت شويه هكا بعيده على الدين ولا المجتمع نتاعها بعيد على الدين، خذات معناتها مراتب كبيره، نعرفوا احنا معناتها طبعا نعاود نحكي على بلقيس وغيرها وعلى اليسا في تونس وعلى الكاهنه وعلى غيرهم من النساء اللي حكموا واللي خلاو اثرهم في التاريخ رغم اللي هما نساء. هذه الحاجه المهمه فهمت يعني المراه منبوذه بصفه عامه في الاسلام في الاديان الكل. والاسلام معناتها ما خرجش على هذه القاعده فهمت؟ ينكر في العصر نتاعو معناتها فضل المراه على حسب بعض الاديان ولا اتبع بعض الاديان في اهانه المراه لكن ما خرجش على القاعده. فهمت؟ يعني هذه مساله واضحه فهمت؟ لكن الاسلام المشكل نتاع معناتها المشكل في هذه الاديان الكل اللي قلت لك معناتها في الكتب نتاعها فما اهانه للمراه وذل للمراه نشوفوا كل الاديان تخليت على كتبها ما عادش تطبق الا مجموعات قليله. طبعا كي تقرا المراه في اليهوديه تشوفها معناتها محقره لاقصى شيء ممكن. لكن اليهود تلقاهم يعيشوا نورمال خاطر اليهود عرفوا كيفاش يتجاوزوا النص يسمى بالنص المقدس ويعيشوا حتى هما لقوا حيل. مثلا وقتها في اليهوديه فرض على اليهوديه الحجاب اش تعمل اليهوديه؟ تلبس شعر ما يسمى بيروك فهمت ما هو قالها غطي شعرك هي غطت شعرها لبست بيروك وحتى اليهود فما ياسر يهودية متدينات تبدا لابسه بيروك على اساس انها ما تخالفش النص على اساس دينها قالها غطي شعرك او ميم طون وقتها تخرج بشعر اللي هو ماهوش شعرها الحقيقي فهمت يعني تفنوا يعني اليهود في معروفين معناتها اليهود بصفه عامه معناتها يتجاوزوا النص نتاعهم وكل الديانات تو مثلا حتى الهند وكذا المراه معناتها تجاوزت النصوص نتاعها اللي موجوده في الكتب نتاعها لكن في الاسلام لا. الاسلام شنو وقع؟ ياسر من المسلمين مازالوا متشبثين بالنص هذا اللي موجود معناتها للمراه واهانتها ويتصوروا اللي معناتها قدموا الاسلام حاجه مقدسه لا نقاش فيها فهمت يعني والمثل الاعلى اللي ما يمكنش يتبدل فهمت ومعناتها والغريب في الامر يعني الحاجه الغريبه ان اغلب المسلمين وخاصه النساء يعني في العالم العربي الاسلامي فهمت يعتقدوا ان الاسلام كرم المراه ورغم اللي هما اكثرهم ما همش يطبقوا اللي قال لهم الاسلام. علاش ما همش يطبقوا فهمت ولا ما يحبوش يطبقوا ويعتبروا اللي معناتها يطبق هذاك الشيء يعني شجاع وانسان يعني ملتزم وكل شيء ويحسوا بعقده بالذنب خاطر هما من يعتبروا روحهم اقل شجاعه من اللي طبقت. علاش معناتها هذا الشيء؟ على خاطر مستوى الوعي عندهم والثقافه نتاعهم والعصر اللي عايشينه تبدل وما عادش ينجموا للظروف للاوضاع للعقليه تنجم تسمح لهم باش يقبلوا هذيك الافكار ورغم هذاك يعملوا جهد باش يقول لك الاسلام كرم المراه والاسلام فهم كذا 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 كذا. يعني لكن رغم هذا رغم اللي هم مش يطبقوا اغلب النساء المسلمين لكن يعتقدوا ان الاسلام كرم المراه فهمت ويعتبروا المراه اللي طبق الاسلام امراه معناتها عندها قيمه وعندها قدر وعندها كذا فهمت. والعباد النساء اللي قاعدين يطبقوا في الاسلام معناتها كما قال لهم معناتها النساء اللي قاعدين معناتها يطبقوا يلبسوا الحجاب والطاعه على الرجل وكل شيء اغلبهم يا اما مكرهين فهمت يا اما ما كثر ما معناتها عباوا لهم مخاخهم ولات المساله مسلمه
نتيجة التربية والضغوطات وكل شيء. فبتعرفوا ان المرأة في الاسلام عندها ولي، سوى ابوها سوى اخوها سوى رجلها. ونعرفوا ان المرأة في الاسلام معناتها اغلب في المجتمعات نتاعنا حتى مش في الاسلام، يعني المرأة ديما مربوطة اقتصاديا بالرجل. اذا مادام هي مربوطة اقتصاديا بالراجل سوى ابوها سوى اخوها سوى رجلها، هي مربوطة بالافكار نتاعو، ولازمها معناتها تطبق اللي يقول لها عليه، كانش باش تلقى روحها في الشارع ولا باش تلقى روحها فهمت ما تنجمش تعيش. هذو يعني اللي يطبقوا، تجبرهم الظروف بالقوة على انهم فهمت يكونوا تحت سلطة رجل. وفما بعض النساء اللي يلقوا راحتهم انهم عديمين المسؤولية، واللي الراجل لاهي بكل شيء كما نقولوا احنا فرد سوميس، يا اما باقتناع يا اما معناتها تعودوا على هذاك الشيء وما ينجموش يتجاوزوا هذيك الحدود ولا هذيك القيود. اذا توا معناتها من الناحيه هذه المساله واضحه، يعني المساله واضحه. نحاولوا توا باش نحاولوا نفهموا معناتها، حكينا على الوضع الحالي للمراه يعني كيفاش ان اغلبهم رغم انهم يؤمنوا ان جبهة الاسلام هو الحقيقه المطلقه، لكن اغلبهم ما يطبقوش، واللي يطبق يا اما مكره يا اما متعود يا اما مقتنع مهما كانت الظروف، المهم مجبور على انه يطبق اللي قال عليه الاسلام. وكما قلت توا باش نحكيو على الوضع نتاع المراه قبل الاسلام. كيف باش نكونوا صادقين ان كما قلت لكم يعني الاديان الاخرى كما اليهوديه وحتى الديانات بعض الديانات الهنديه، يعني وقت تقرا الكتب نتاعهم تلقى فيهم عجائب وغرائب كيفاش يعاملوا المراه. حتى المسيحيه نذكروا معناتها في القرون الوسطى كيفاش يناقشوا هل هي عندها روح ولا ما عندهاش، ولا هي حيوان ولا مش حيوان. ونعرفوا معناتها كيفاش المراه معناتها مهانه لاقصى درجه وتعتبر معناتها في المجتمع عندها المرتبه الثانيه، وحتى توصل معناتها في بعض الحالات تهبط اكثر من هذيك المرتبه، يعني عباره على سلعه وعلى عباره على اداه للرجل لا اكثر ولا اقل. يعني اما وقت نرجعوا للجزيره العربيه نشوفوا الجزيره العربيه ولا بعض المناطق الاخرى في العالم، فهمت كيما نشوفوا مثلا في شمال افريقيا قبل الاسلام كانت المراه عندها قيمه. نعرفوا عليسة فهمت كيفاش كونت معناتها قرطاج وهي امرأة، ونعرفوا الكاهنة كيفاش حاربت المسلمين وهي امرأة وغيرهم. أما نحاولوا باش نرجعوا للبيئة اللي ظهر فيها الإسلام ويسمى ظهر فيها محمد. نعرفوا احنا اللي في الجزيرة العربية فما نجم نقولوا زوز مراكز القوة، معناتها نجم نقولوا المدينة ومكة هذوما المراكز الكبيرة، وفما من بعد مراكز أخرى، وفما ما يسمى بالعرب والقبائل الرحل وغيرهم فهمت. وقت نرجعوا لمكة نلقاو ان في الجزيرة العربية افضل وضع للمرأة هو في مكة، افضل وضع للمرأة هو في مكة، بينما نلقاو في المدينة وضع المرأة اكثر تدهور نتيجة معناتها لاقترابهم من اليهود وكذا فهمت. يعني هذيك هي يعني المسألة والفكر اليهودي والقبائل العربية اللي كانت معناتها مجاورة اليهود كانت متأثرة بالفكر اليهودي. المهم هو أكيد أن المرأة في مكة كانت عندها قيمة وقدر، فهمت يعني ما عندهاش. والمرأة بصفة عامة الأديان هي اللي طيحت لها قيمتها، وقد ما نبعدوا على الأديان قد ما المرأة ترجع وتاخذ الدور بتاعها. يعني هنا حبيت نذكر بعض الأمثلة فهمت اللي تدل في التاريخ على أن المرأة قبل الإسلام في مكة كانت عندها قيمة. معناتها نذكر بعض الأمثلة، لكن قبل ما نذكر هذه الأمثلة باش نقول ثمانية نقاط معناتها أساسية على المرأة قبل الإسلام. المسألة الأولى، الإسلام بعد لجاء بدا يفتخر ويعربد ويقول ان المراه العرب كانوا يدفنوا بناتهم وكذا وكذا وكذا، يعني معروفه هذه الحكايه معناتها حتى القران ركز عليها فهمت. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. تيجي نشوف هذه فكره غلطه، على خاطر كان جاوا العرب بالفعل يدفنوا بناتهم راهو ما فما حتى امراه،
هذه حاجه مساله عاديه، هذه معناتها اول خطا. يمكن كانت فما ظاهره في بعض المناطق نواحي مكه، ما نظنش كان في المدينه كانت فما هذه العاده، ولا في بقيه الجزائر العربيه فما هذه العاده، ما فماش هذه العاده. كانت نعرف احنا مكه كانت كما نقولوا احنا العاصمه الكبيره وفيها ياسر ناس وفيها الفقر وكذا، واللي يدفن بنته هو عباره على مثل كما نشوفوا احنا توا فما بعض المناطق معناتها الفقيره تضطر باش تعمل الاجهاض وتطيح نتيجة معناتها الظروف الاقتصادية وكل شيء. يعني كانت حالات موجودة فهمت في بعض المناطق، وكانوا قبل معناتها الإجهاض يعني مش حاجة معروفة فهمت كيما توا معناتها باش تطيح قبل ما يتولد، ولا حتى كانت جات معروفة مش مشكل يعني أنه العباد كانوا معناتها يستناو المولود يشوفوه، خاطر الولد في البيئة اللي كان يعيش فيها محمد الولد أهم من المرأة من ناحية الحرب ومن ناحية يدافع على عائلته وكل شيء وفي العمل ويجيب الفلوس وكل شيء، رغم اللي معناتها هذه مسألة معناتها في المناطق الفقيرة ولا في مناطق معينة فهمت. كانوا معناتها يدفنوا يمكن بعض الحالات، ماهيش حالة معناتها عامة منتشرة في الجزيرة العربية معناتها فما حد شيء. وتنرجعوا احنا للشعر الجاهلي ما نلقى حتى واحد يحكي على المسألة هذه فهمت، يعني حالة عادية. جاء الإسلام وركز عليها، ونتصور إني بعد تم التركيز عليها بعد الإسلام، بعد ظهور الإسلام فترة 100 ولا 200 سنة عملوها باش يظهروا فهمت، يظهروا للإسلام جاب حاجة كبيرة فهمت. تو سامبلومون على خاطر معناتها مش معقول إنهم يدفنوا كل بناتهم، هذه مسألة واضحة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وإذا نرجع للتاريخ العربي القديم بصفة عامة، نلقاو معناتها عباد مشهورين، نساء مشهورة مثل بلقيس ملكة اليمن واللي القرآن تكلم عليها فهمت، وملكة تدمر معروفة مثل نوبيا يعني اللي حكمت معناتها معناتها حكمت منطقة كبيرة من حتى من جزء من الجزيرة العربية، معروفة هذه معناتها شخصية امرأة معناتها معروفة وحكمت وغيرها وغيرها. ونعرفوا عليسة كما قلت لكم، ونعرفوا الكاهنة وغيرهم من نساء اللي في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا حكموا، وكانوا نساء معناتها قويين وكل شيء وما كانوش محقورين. لكن الإسلام هوني وش نشوف يقول لك معناتها يجيب لك معناتها يقول لك معناتها معناتها يحكي لك على معناتها حرم ان المرأة تمسك منصب ولا تكون عندها ولاية. ونعرف الحديث فهمت، نعرف الحديث اللي يتكلم عن المسألة هذه. طبعا هذيك نرجعوا لها وقت نحكيو على حقوق المرأة في الحكم فهمت. المسألة الثالثة، وقت نرجعوا للعصر الجاهلية، نعرفوا البسوس اللي معناتها معروفة معناتها واللي الحرب معناتها الحرب اللي معناتها ظهرت عند العرب الجاهلية واللي بسبب المرأة فهمت، واللي باسمها البسوس هي اسم المرأة باش يوريك ان المرأة عندها دور باش تشعل حروب كاملة بين العرب. هذه المسألة الثالثة، هذه معناتها نوريك المرأة اني ماهيش مهم. المسألة الرابعة، نعرفوا اللي معناتها نذكر بعض الشخصيات، فاطمة بنت ربيعة معروفة هذه فهمت، اللي معروفة معناتها باسم أم قرفة اللي هو ولدها الكبير، واللي يضرب بها المثل عند العرب قبل الإسلام أعز من أم قرفة، ومعروفة معناتها اللي كانت وقت تحط الخمار متاعها في رمح يعني سيئة يعني العرب الكل يمتثلوا لأوامرها. يعني هذه امرأة معناتها عظيمة عند العرب، يعني معناتها مفهمتش أنا الإسلام شنو جاب جديد يعني بالشيء يقول لك حرر المرأة وعمل المرأة. هذه معناتها أم قرفة يعني تعرف القصة نتاعها كيفاش انتهت، يعني معناتها مسألة مأساوية. ونعرفوا خامسا، نعرفوا زوجة أبو سفيان معروفة هند معناتها اللي كانت من الأغنياء، وهي اللي أعطت معناتها كانت عندها عبيد وكانت عندها تجارة وكان عندها ياسر حاجات، ومعروف معناتها نرجعوا للتاريخ نلقاوها والمسلم ينجمش ينكرها، وكانت عندها مالها الخاص اللي تملكه فهمت، وحق التصرف فيه وما عندها حتى ولي، واللي هي معناتها قالت الوحش بالشوق في الحمزه يعني معناتها باش يوريك معناتها عندها قرار
معناتها القصه هذه معروفه، معناتها هذه معناتها اللي ما نجمش يخبيه الاسلام يعني، معناتها هو كفرها صحيح وكذا وكذا وكذا، لكن هي واجهت محمد ووقفت في حلقه الشوكه، فهمت يعني؟ يعني وقت بعد فتح مكه معناتها وقت قالت القوله نتاعها انا بي وحقود على محمد، يعني شوف الشجاعه نتاعها، يعني هو انا بي وحقود، يعني كيفاش معناتها ما رحمتوش، فهمت يعني؟ هذه مساله وقت زاد في قبل وقت بيعه النساء كانت تعرفوها في قريش بعد فتح مكه، يعني ما قال لهن معناتها قال محمد للنساء ما تزنيوش، فهمت يعني؟ حرم عليهم الزنا. شنو قتلوا هند؟ قتلوا وهل تزني الحرة؟ ردت عليه. يعني بالنسبة معناتها من هنا نفهموا اللي قبل الإسلام الحرة ما تزنيش، كانت كان العبدة هي اللي تزني. يعني هذه مسألة واضحة. مسألة سادسة، نعرفوا احنا اللي أسماء الآلهات كانت بأسماء النساء كما اللاتي والعزة ومنات وكلهم، يعني كانت من أسماء النساء وكانت شاعرات، فما عدة شاعرات نساء قبل الإسلام. نعرف الإسلام يعني كان ضد الشعر لأنه منافس له، نعرفوها المسألة. درجة اللي جعل صوت المرأة عورة باش يسكت النساء، يعني هنا ما فين رفع قيمتها، وهذا الكل باش نرجعوا له في الفيديوهات القادمة، يعني باش نوريهم كيفاش الإسلام حقر المرأة في الحقيقة، حقرها يعني. يعني يمكن في المدينة أعطاها بعض الحقوق وتو نشوفوها، معناتها هل أعطاها بالفعل بعض الحقوق وشنو الحقوق اللي أعطاها لها؟ وحتى كان أعطاها بعض الحقوق، أعطاها بعض الحقوق هي من العادات العربية اللي في مكة، ما جابوش من عنده الحاجات هذوك، ما فهمت؟ وإحنا نعرف كما قلت لكم أن بعض أسماء هذه النقطة السادسة أسماء الآلهات كانت مهنثة، وكانت فما الكاهنات، كاهنات واللي يرجعوا لها القبائل والعباد ويمشيوا لها ويطيعوها ويمتثلوا لأوامرها، والشاعرات وغيرها، يعني باش يوريك المرأة ما كانتش مهانة كما يذكرون الإسلام. ومن أبرز الشخصيات اللي معروفة هي زوجة أبي لهب، فهمت؟ اللي هي أخت أبو سفيان، يعني كانت تخدم العزة إلهة النار، العزة نعرفوها أنها إلهة النار، كانت تخدمها وكانت معناتها تقوم معناتها بجمع الحطب لإشعاله في المعبد نتاعها. هذاك علاش القرآن سماها حمالة الحطب، هو يتمنيك عليها هنا وتقال حمالة الحطب، خاطر هي خدمتها كانت تهتم بالعزة وتلم الحطب، تمشي تلم الحطب وتحرقه في المعبد نتاعها نتاع العزة. هذاك علاش القرآن وتنجي يقول لها حمالة الحطب، فهمت؟ على كل حال يعني هذه النقطة معناتها السادسة معناتها معروفة، ومحمد كان يخاف ياسر من نساء يردوا عليه، كانوا أهل نساء مكة كانوا نساء شجعان وأحرار وعندهم شخصيتهم، ومحمد كان يخاف منهم. وتو كيفاش معناتها نرجعوا في الفيديوهات معناتها محمد في الفيديوهات القادمة كيفاش محمد معناتها كان يخاف من نساء نتاع مكة، هذاك علاش وقتها مشى للمدينة طيح لهم شوكتهم. المسألة السابعة، من الناحية العامة ونرجع للشعر الجاهلي اللي بقى لنا اللي غير اللي ما معناتها فناه المسلمين فناوهم، ونحاول الأشعار الجاهلية وبعض الأشعار الجاهلية دخلوها في القرآن وقالوا هي من القرآن وهي ماهيش من القرآن، نشوفوا ديما الأشعار الجاهلية قديش تكرم وتعظم المرأة خاصة في الأبيات الأولى، وكيفاش معناتها الرجل كان معناتها يترجى المرأة ويعطيها قيمتها ويرفع لها في درجه. تقرا الشعر الجاهلي تلقى مكانه يعني ما عندها حتى علاقه باللي موجود في القران، فهمت؟ المراه عندها قيمه كبيره في المجتمع، فهمت؟ وفي العلاقات وفي كل شيء، يعني في التجاره، في الحياه السياسيه، في الحياه الاجتماعيه، المراه كانت عندها قيمه كبيره في مكه نقصد، فهمت؟ يعني هذه المساله السابعه. يا سيدي احنا وقتها معناتها نلقى هذا الشيء نقراهم، معناتها هذه المسائل معناتها نقراوها في الشعر العربي الجاهلي، كثير من الامثله فهمت اللي تحكي على المراه، مش لازم يعني نقول لكم شنو بعض الاشعار. والمساله فهمت معناتها المساله معناتها واضحه للعباد اللي يحبوا يبحثوا في المساله يمشيوا يراجعوا، وانا نحب نعطي نقوط رؤوس النقاط
وانتم من بعد اعملوا البحث نتاعكم، فهمت يعني باش تعرفوا هذه المساله. والمساله الثانيه والاخيره فهمت يعني اللي هي معروفه جدا زاده معناتها في معناتها انا خليتها في الاخر حقيقه بالعاني على خاطر هي ما نجمش يخبيها الاسلام بالكل، هي مساله خديجه. خديجه نعم خديجه، تعرفوا كلكم شكون هي خديجه، هي زوجة محمد الاولى فهمت يعني. خديجه كانت عندها مكانه كبيره في قريش، كانت عندها معناتها كانت هي اللي تختار رجلها، ونعرفوا اللي هي اللي خطبت محمد وهي اللي اعطته المهر باش يخطبها فهمت يعني. خديجه من الشخصيات المعروفه واللي كانت معرسه معناتها قبل فهمت زوز رجال، وواحد مات وواحد ما عرفش طلقت ولا يعني، وكانت المرأة عندها الحق العصمة يعني. المرأة الحرة كان في المجتمع الجاهلي قبل عندك المرأة الحرة والمرأة العبدة، فما حتى فرق، فما فرق كبير من بيناتهم فهمت. وتنرجعوا جميع مصادر السيرة نشوفوا المكانة اللي كانت فيها خديجة في الجاهلية قبل ما ظهور الإسلام، معناتها كيفاش كانت تملك ثروة معناتها كبيرة اللي ورثتها من بوها ومن الرجال اللي عرست بيهم فهمت، وكيفاش معناتها كانت معناتها متحررة وما يهمهاش في حد شيء، حتى انها معناتها هي اللي خطبت محمد، ومحمد ما نجمش ما عاش كان معاها حتى ماتت، ما نجمش يعرس بحتى امرأة أخرى، ما نجم يعرس بحتى امرأة أخرى وقتها خديجة حية. ووقت محمد كان في مكة ومعرس بخديجة يعني مدة يعني تقريبا 15 سنة يعني مش حاجة صغيرة فهمت يعني، كان 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 يخدم عندها يعني. هذه مسألة واضحة يعني، كانت نجم نقول واحنا محمد كان عبارة على رجل كيما نقول واحنا رجل مراس، نقول واحنا سيدة يعني سيدة بالفعل سيدة يعني، امرأة أكبر منه في العمر، امرأة أغنى منه، امرأة أقوى منه، امرأة معناتها هي اللي تسير فيه، هو ما عنده حتى قيمة، وهي اللي وقفت معاه في الوحي وفي نشر الوحي وساعدته بكل الإمكانيات، يعني هذه مثلا ما نجمش ينكرها المسلم ولا معناتها الإسلام ما نجمش ينكرها. وحتى مثلا وقت نجيو نرجعوا الآيات اللي فما بعض الآيات مثلا مذكورة في الاسلام يعني تتكلم مثلا على المراه، هذيك ارجع لها هذيك الايات الكل تشوفها كلها مكيه، وقت كان محمد معرس بخديجه فهمت. بينما الايات اللي تتكلم على تحقير المراه ومثنى ثلاث، هو ينجم ينزل وقت هو معرس بخديجه مثنى وثلاث ورباع راهي طلقته ولا راهي مرمدته فهمت يعني. وقت نشوف مثلا هاو نذكر هنا بعض الايات، ايه فهمت عذر معناتها هذه الايه في سوره الروم 21 يعني كيفاش معناتها تحكي على قيمه المراه، معناتها المراه عندها قيمه هدايا على حسب المجتمع مكه فهمت. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا تسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فهمت يعني. هذه الآية كي نرجعوا لها نلقاها آية مكية وقت محمد كان معرس بخديجة، هو ما يجرؤش يقول آية واحدة تهين المرأة وقت هو معرس بخديجة، مستحيل. أنا نتحدى كل مسلم يجيب لي آية واحدة تنقص من قيمة المرأة ولا أضربوهن ولا حاجة، تحب تمرمدو هو ينجم يزيدوا عليها اصلا. كان هو نزل الايه وخديجه حيه راهو وقع له ما وقعه. اذا الايات ما يسمى بالجميله في القران اللي تتكلم على المراه واللي كل شيء وقتها كان معرس بخديجه. هذاك علاش هما قلال وتو نذكروهم بالتفاصيل خلال يعني الفيديوهات القادمه. نظن معناتها فهمتوا الفكره اللي حبيت نوصلها، ان المراه في مكة كانت عندها قيمة كبيرة 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 في الإسلام، وإن الآيات اللي ذكرت معناتها باهية تحكي على المرأة هي آيات نزلت وقت محمد كان معرس بخديجة، بينما بعد لما ماتت خديجة وانتقل للمدينة وشاف اليهود وتعرف على اليهود
ولا وقتها مثنى وثلاث ورباع واضربوهن وكذا وكذا، وبدا يحقر في المرأة يحقر في المرأة يحقر في المرأة، حتى لين وصل للي يوصل ليه الإسلام في تحقيره للمرأة، على خطر المرأة في مكة كانت وقفت له شوكة في حقه. نظن الفكرة واضحة، وفي الفيديوهات القادمة باش نحاول نحكيه ما هي المجالات اللي القرآن وإله محمد ومحمد حقر فيهم المرأة، وكيفاش حكم المجتمع الرجالي وجعل المرأة عبارة على معناتها مستوى نجم نقوله منحط بالنسبة للي كانت فيه في مكة، يمكن ارتفعها قليل على حسب ما جات اليهودية وديانات أخرى، لكن على حسب الواقع الحاضر وضع المرأة في الإسلام هو وضع جدا دنيء. هذاك علاش أغلب المسلمين يا أما مجبورين باش يتبقوا شنو قال الإسلام، يا أما خسلولهم ومخاخهم وخلاوهم يعني يعتقدوا هذاك الشيء، يا أما يشوفوا لهذاك الشيء أوكي إسلامي وجاي من عند الله لكن ما ينجموش يطبقوه. ومع فيديو قادمة فيديو قادمة نكمل الحديث عن المرأة في الإسلام في المجالات اللي أهانها فيها. وبالسلامة.